أبو عبيدة كوراك نائب المجلس هيئة الشورى السابق لجمهورية جنوب السودان وأمين جمعية القرآن الكريم الآن بجمهورية جنوب السودان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، والحمد لله الذي بإذنه تتم الصالحات، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الأيام المباركات التي فيها تزمن فيها عيدين للمسلمين والمسيحيين، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه المناسبات التي تأتي بعد معاناة ليفرح الإنسان، ولكن فرحتنا تكون ناقصة إذا كانت هنالك الحروب موجودة وهنالك النازحون وهنالك اللاجئون. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتم الفرحة ويعم السلام والأمن بين الفرقاء في كل مكان، ويجمع شمل الناس على راية واحدة وعلى كلمة واحدة، ومن ضمنها أعلاها هي الإنسانية. الإنسانية هي معلاة على كل أشياء. فالدين لله، المسلم له دينه، المسيح له دينه، المسيح له دينه، ولكن الإنسان لا زال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم في البحر والبحر، أيا كان لونه وأيا كان شكله وأن كان. ونسأل الله أن يوفق أولاة الأمر أن يجسدوا هذه المعاني. والحمد لله كانت هنالك بشريات كثيرة، أن المسؤولون على مستوى الدولة عملوا الإفطار وساعدوا في معاناة البعض، ولكن الشيلة أو المعنى أو المأساة كبيرة جدا جدا. ونسأل الله أن يعم السلام والأمن، ونشكر كل الأجهزة الإعلامية التي هي عكست هذه المظاهر الحية للتسامح الديني في هذه البلاد. لعل التسامح الديني في هذا البلاد شفناه في جنوب، المسلم والمسيحي كلهم في بيت واحد وكلهم يد واحدة. ونسأل الله له التوفيق، وكل عام وانتم بخير.